صامد صامد يا امي لو دمي سال هو دمي من اجل حقوق اجعلته سلة غياب الجماهير في غياب الجماهير ولا نلتفت ولا نلتفت في غياب الجماهير في غياب الجماهير ولا للانتخابات لا للانتخابات فاسدة وهذه الدولة فاسدة وهذه الدولة فاسدة وهذه الدولة فاسدة ونقابة قوية والاتحاد قوية والاتحاد قوية والاتحاد قوية. العروسي الكاتب الإقليمي للجهة الشبيبة العاملة المغربية بتطوان كنحتجوا اليوم هنا في هذه الساحة المعروفة تاريخية مساحة النضال وبساحة التغيير اللي هي ساحة الخاصة من أجل الوقف المطالبة على الأقل بالوقف هذا الهجوم الشرس والمتكرر على القدرة الشرائية ديال المواطن المغربي وعموم الجماهير الشعبية. جينا نقولوا من هذا الوقفة هذه الحكومة كفى الغلب يعف بهذا المصطلح هذا، لأن في واحد الوقت كنا كنطلبوا باش تحسين الوضعية ديال عموم الجماهير الشعبية باش أننا نكون نحسوا بالكرامة ونمشي ونشريوا ديور ونشريوا طوموبيلات ونسافروا. الآن ولينا فقط كنمشيو نعملوا الكريديات ولي غشة ديال الكريديات باش نعيشوا، كنسلفوا باش نعيشوا. إلى متى سيستمر هذا الهجوم المتكرر على القدرة الشرائية ديال الجماهير الشعبية؟ هنا عمال اللي كيتقاضوا 800 درهم، عاملات اللي كيتقاضوا 800 درهم في الشهر، عاملات النظافة بقطاع التعليم، واللي بهذه المناسبة كنطلبوا من المسؤولين أنهم يشوفوا هذا الملف ديالهم أول حاجة بعين الرحمة، وثاني حاجة بضمير حي. الناس اللي كتخدم 3 ساعات في اليوم وكتشد 800 درهم في الشهر، ديال شهاد 800 درهم واش ديال الكرة واش ديال المعيشة واش ديالاش، ما عليهم أنهم كيعيلوا أسر. كاين الناس اللي كتشد هنا 1400 درهم، ديال 1400 درهم، دابا الاخر في الجماهير الا دخل للسوق 1400 درهم ما تشري له شي الحاجيات الاساسيه ديالو ل 15 يوم ماشي عاد الشهر. بانه كنتمنوا انهم الحكومه المغربيه انها تلقات هذه الاشاره ديال الاحتجاج، ولينا هي كذلك اننا كنتمنوا باش ان توضع حد لهذه المشاكل اللي كتعيشها اللي كاين من وطعتها الطبقة العاملة والشعب المغربي، ونتمنوا من الله انها تكون هذه اشارة وصلت باش انه ما نبقاوش حتى نوصلوا بهذه البلاد نشي حالة اللي هي ما كنبغيوهاش. وشكرا. وبالتالي حنا جينا هنا باش نقولوا كفى وكفى من الهجوم على القدرة الشرائية ديال المواطن، كفى وكفى من مسلسل الغلاء. المغاربه صوتوا على هذه الحكومه واللي شافوا فيها المستقبل الواعد ديال البلاد، فاذا بهذه الحكومه كتملص من جميع الاتفاقات ديالها ومن جميع الوعود ديال اللي وعدت بهم الجماهير الشعبيه والعمال. السي الطالبي العالمي جا لهنا وقال غنعطيكم 2000 درهم في الشهر اذا طلعنا في الحكومه، باقيين كنستناو حنا غير يوقفنا هذا الغلاء. اما 2000 درهم حنا عارفين ما غيعطيها شي، ماشي غير الطالبي العالمي، بزاف ديال الطالبيين العالميين وبزاف ديال الاخنوس وبزاف ديال المضاربين بالاحلام ديال الجماهير الشعبيه. وتحيه. لا مال عليك لا مال، لا اخنوس لا بنكيران، لا اخنوس لا بنكيران، لا اخنوس لا بنكيران، لا اخنوس لا بنكيران، عليك لا مال عليك لا مال، عليك لا مال عليك لا مال. الحكومة المغربية الحكومة المغربية الحكومة المغربية البطرونة المغربية البطرونة المغربية. لا اخنص لا بنكيران، واحد جوج ثلاثة، وجاتنا حكومة وجاتنا حكومة وجاتنا محكومة وجاتنا محكومة وجاتنا حكومة وجاتنا حكومة وجاتنا محكومة وجاتنا محكومة. واش نديرو دابا واش نديرو دابا، نديرو خوصاصة نديرو خوصاصة، وحنا مخصوصة.
بصوصين وحنا بصوصين واحنا بصوصين واحنا بصوصين واحنا بصوصين واحنا بصوصين.